منكم تزوروا قناة ملخصات تاكاي. اختي بتنزل ملخصات لمسلسلات اسيوية بتجنن، فشو بتنتظروا؟ رابط القناة في اول تعليق مثبت، روحوا شوفوها. يبدأ احداث مسلسلنا مع اخت بطلتنا الغير الحقيقية يلي اسمها سونا، وبتكون رافضة انها تتزوج ببطلنا جون لدرجة انها بتفكر تنهي حياتها، بس الاهم انها ما تتزوجه. ولأن سونا بتكون مصرة على رفضها، أمها جيسيكا بتطلب من أب بطلتنا ليزوج بطلتنا ميع عوض سونا، رغم أنه في الأصل بطلتنا مجنونة وما بتعيش معهم في البيت، لا بتعيش مع جدتها من أول ما توفت أمها الحقيقية، وبتبدأ تتنمر على بطلتنا وتضربها، وكمان بتأمرها لتغير ملابسها. وطبعا بطلتنا هي بس بتتظاهر إنها مجنونة، أما في الواقع فهي بنت ذكية، وحتى جدتها بتعرف هالشي، لهيك بتطلب منها تتأكد من جسم جون وتشوف لو عنده وحمة أو لا، لأنه الجدة بتدور على ابن أختها المختفي. بطلتنا بتجي مع جيسيكا لبيت جون وبتستغرب عن كيف ما في ترتيبات ولا حدا ليرحب فيهم، وأول ما بتشوف جون بتفرح كتير لأنها ما زوجت بنتها منه، لأنها بتكون مفكرة إنه هو في غيبوبة وما رح يصحى منها طول حياته. في حين مي بيكون بدها بس تاكل لأنها جوعانة كتير، وبتستغرب الخدامة من تصرفات مي يلي ما بتكون طبيعية، لهيك بتقول لها جيسيكا بأنه بطلتنا بتحب الأكل كتير، لهيك بتتصرف بهاي الطريقة، وما تبي تخبرها أنه بنتها مجنونة، أو بمعنى آخر أنه بطلتنا مي هي بنت مو طبيعية، وبتطلب من الخدامة لتروح تجهز الأكل لبطلتنا. فبتستغل جيسيكا الفرصة وبتسحب مي للحمام، فبتسألها بطلتنا عن اللي جابتها لهون، فبتقول لها بأنه هي صارت الحين متزوجة ولازم تخدم زوجها طول حياتها. بس الصدمة إنه جون بيصحى اليوم اللي بعده. جيسيكا بتقدم مي للجد وبتقول لها بأنه هي الحين صارت زوجة حفيده، وبتشرح له بأنها مجنونة وبتتصرف زي الأطفال الصغار، وبالفعل بيكون موافق لأنه ما حدا من قبل وافق ليتزوج جون يلي دخل في غيبوبة. فبيجي وبيشوف مي وبيقول بأنه يمكن جو يصحى من الغيبوبة بفضل مي، وأول ما بيروح الجد بيصحى جون، وبتستغرب منه بطلتنا، لهيك مباشرة بتعرف إنه هو كان بس بيمثل، فبتخبره باسمها وبتطلب منه يعانقها، بس هو بيقول لها إنها مجنونة، فبتطلب منه ما يحكي عنها هيك لأنها مو مجنونة، فبيحملها وبيوديها للحمام وبيطلب منها تاخد شاور، فبتقوله بأنه هي بدها تستحم معه، فبيمسك لها إيدها وبيرفض، فبتقوله بأنها بتخاف إنها تضل لحالها، فبيقول لها بأنه هو ما رح يضل مع بنت مجنونة زيها، فبتقول مع حالها بأنها ما توقعت إنه حتى هو كان بزيف مرضه. في الصبح بتتقرب منه وبتناديه بزوجي، ولما بيسألها عن مين خبرها إنه هو بيكون زوجها، بتقوله أمها يلي هي طبعا جيسيكا، بس هو بيطلب منها تناديه باسمه، بس هي بتقوله بأنه هو بيكون زوجها لهيك، فبيطلب منها تبعد عنه، وبالغلط بتوقع وبيمسكها، فبيقول لها بأنه لو خبرت حدا بأنه هو صحى من الغيبوبة رح يتخلص من لعبتها، فبتطلب منه يعطي لها دبدوبها، بس هو بيكون بده توعده أولا، فبتقبله وبتطلب منه يشتري لها الحلويات. فبتجي الخدامة وبتطلب منها تلعب معها، فبيضل مساعد بطلنا في الغرفة وبيعرف حاله على مي، وبعدها بيضل يرمي لها الحلويات وهي بتجمعهم، وهون بيتأكد إنها مجنونة من جد، فبيقوله جون بأنه ما لازم يتعامل مع زوجته هيك، فبيقول بأنه هو كان بده بس يتأكد، وبيخبره كمان بأنه أمي إجت عشان تاخدها، لهيك بيطلب منها تعتني بحالها وبيتأكد من إنها راحت من البيت. فبتكون جيسيكا معصبة كتير لأنه جد جون عطى لبطلتنا 10% من أسهمه في الشركة، لهيك بيكونوا مخططين إنهم يجبروا مي لتنقل لهم أسهمها، وهيك رح يسرقوا الأسهم بكل سهولة. وطبعا لأنه بطلتنا مو مجنونة بترفض إنها توقع، بس سونا بتضل تجبرها على إنها توقع، وبتكتب مي اسم حدا تاني في الاتفاقية، لهيك بيعصبوا كتير وبتضربها سونا. فبيجي أخ بطلنا شين وبيطلب من مي لتعانقه، بس هي بترفض وبتكون رح تضربها بصورة أبوها، بس بيوصل مساعد بطلنا وبيساعدها لتنفذ من جيسيكا وبياخدها معه، وكمان بيشتري لها الشوكولا، وبتخبر جون بأنها محبة الشوكولا، ولما بيجي ليمسح لها إيدها بيشوف وشها مجروح وبيسألها عن كيف صار لها هيك، فبتقوله بأنه أختها ضربتها وأبوها وأمها ما حكوا شيء،
وبيخبره مساعده بأنه لو ما كان راح لعندها كان بالتأكيد راح يصير شيء لمي، وبيسألها عن لو كانت بتتألم وبتقوله لا وإنها بدها تنام. فبيخبره مساعده بأنه أخوه شين كان هني كمان، وبيعرف بأنه عائلة بطلتنا بدها تاخد أسهم مي. في الليل بيكونوا أبطال لنايمين، فبتصحى مي وبتروح للحمام وبتضل تحكي مع مساعدها يلي بخبرها بأنه في كتير مستثمرين بدهم يتعاملوا معها، لهيك بيطلب منها تحدد وقت ليتقابلوا. فبتسمع صوت الباب بينفتح وبتنصدم لما بتشوف شين، وبيسألها عن ليش لساتها صاحية. فبتسأله عن ليش إجا لعندها وبتضل تصرخ، فبينصحها ما تعذب حالها لأنه ما حد رح يسمعها، وبدل يتقرب منها. فبتضل تصرخ وتطلب المساعدة من جون، فبيقول لها شين بأنه مو داعي تنادي على زوجها لأنه هو الحين في غيبوبة ويقدر يضايقها قدامه وما رح يساعدها. بس فجأة بيصحى جون وبينصدم شين لما بيشوفه، لهيك بيهرب. أما مي فبتقول لجون بأنها بتكرهه كتير لأنه ما ساعدها، فبيعانقها وبيعتذر منها. أما الجد فبيفرح كتير لما بيشوف جون وبيقول له بأنه هاد صار بفضل زوجته مي. فبيجي شين وبيطلب من جده ليساعده، فبيسأله الجد عن ليش ضرب أخوه، وبدون ما يتعب حاله بيورجي له تسجيل كاميرات المراقبة. بس عم جون بيكون في صف شين وبيدافع عنه، فبيجي مساعد بطلنا وبيخبرهم بالسلفة وأنه شين دخل لغرفة جون في الليل وكان بده يضايق مي. بس رغم هيك عمو لشين بيخبرهم بأنه كل هاد مجرد خطة وشين ما يقدر يسوي هيك. فبتجي بطلتنا وبتخبر الجد بكل السالفة وبتضل تبكي، وكمان بتجي الخدامة وبتعترف بكل الحقيقة وأنه عم جون كان بيعطي الدواء لبطلنا عشان يضل في غيبوبة أكتر. فبيخبروا الجد بأنه لازم يروح للشركة ويرجع لمنصبه لأنه هو الوحيد اللي بيعرف كيف يتعامل، وبيخبروا بأنه بفضل مي هو صار منيح بس لازم يطلقها عشان ما ينتشر عنه إشاعات أنه هو متزوج ببنت مجنونة. وطبعا بطلتنا بتكون قدامهم وحتى جون بيكون موافق على الطلاق. فبيقول لها الجد بأنها ما رح تضل زوجة جون ورح تصير أخته بس رح تطلع من البيت. فبتقوله مي بأنه جون كذاب، هو حكى أنه رح يحميها بس الحين هو بده يتخلص منها، وبتضل تبكي. فبيعصب الجد من جون وبيقوله بأنه ليش وعدها لو كان هو كمان بده يطلقها، بمعنى آخر أنه الجد بيوافق يترك مي في البيت بس مو بصفتها زوجته، وبيطلب منه يعتني فيها. وطبعا بطلتنا بتستغرب عن ليش جون بده يطلقها، لهيك بتقرر أنها تسوي شيء. وبالفعل بيشوف جون كل الأخبار بتحكي عنه وأنه هو رح يطلق زوجته بعد ما صحى من الغيبوبة، وكل الناس في مواقع التواصل الاجتماعي بتكون بتسبه لأنه هو شخص أناني. وكمان الجد بيشوف الأخبار لهيك بيطلب منه يسوي شيء، وبيوعد الجد إنه هو رح يتخلص من الأخبار. وطبعا بدون ما أحكي لكم مي هي يلي سوت كل هاد، وبيكون هدفها إنها تضغط على جون بهدف إنه يغير رأيه وما يطلقها. فبتشوف جيسيكا الأخبار وبتعرف إنه جون صح من الغيبوبة، وبتكون سونا معصبة كتير لأنه ضيعت عليها الشاب وسيم، لهيك بتقرر إنها تاخد مكان أختها. بس أبوها بيعصب كتير لأنه لو سووا هيك رح يصير لهم مشاكل كتيرة في العيلة. بس رغم كل هاد جيسيكا بتكون نفسها بنتها سونا، وبتعطي لها المنوم لتحطه في كاسة جون وبتفرح كتير. في الليل بتجي مي لتقابل جون بس مو بهدف إنها زوجته، لا عشان يحكوا عن تعاونهم في الشركة، وهو بيلاحظ إنه تمها بيشبه تم مي كتير. بس مع هيك ما بيحكي لها شيء، بس بيطلب من مساعده ليعرف مي لو كانت في البيت. فبيقول له بإنه مي اختفت كم ساعة من غرفة النوم وراحت للحمام، بس بعدها في كاميرات التسجيل ما بيعرف وين راحت. أما سونا فبتستغل الفرصة وبتقابل جون وبتطلب منه يشرب العصير اللي جهزته، وطبعا بيكون فيه منوم. فبيسألها جون عن وين خبت مي، بس هي بترفض انها تخبره وبترش عليه بخاخ على عيونه وبيفقد تركيزه. فبتقول له بانه هي بدها تتزوجه، اما مي فهي تزوجت عوضها. فبيتصل بمساعده وبيعرف بانه هو لقى مي، فبترجع للبيت بسرعة. بس بيوصل جون وبيسألها وين كانت، فبتقول له بانه هي كانت في البيت. فبيسألها عن ليش بتناديه بأخي، فبتقوله بأنه هو في الصبح حكى أنه رح يعتبرها أخته، بس هو بيطلب منها تناديه بزوجي. وبتستغرب منه وبتحس كأنه تم تخديره. فبتسأله عن وين راحت أختها، بس هو بيطلب منها ما تحكي عن سونا قدامه. فبتتذكر كلام الجدة
لهيك بتقرر إنها تتأكد من جون وتشوف لو عنده وحمة في جسمه. لهيك بتطلب منه تساعده ليشيل ملابسه بس هو بيرفض، فبتقوله بأنه هي زوجته، لهيك عادي إنها تساعده وبتبدأ تتأكد من جسمه، بس للأسف ما بتلاقي شيء. فبيقول لها بأنه هو رح يعلمها كيف تكون زوجته، وبعدها بيروح وبيتصل بمساعده وبيعرف بأنه تم تخديره. لهيك اتقرب مني، فبيجي مساعده وبيعطيه الدواء ليصير منيح. فبيعترف جون بأنه هو عنده مشاعر اتجاه مي، بس في كل مرة بيكون قريب منها بيحس أنه هو منحرف، لأنها هي بتكون بنت مجنونة، يعني زي كأنه بيستغلها. بيقول له مساعده بأنه هو ما كان بيهتم بالبنات، يعني كيف فجأة صار عنده مشاعر اتجاه مي. وكمان بيعترف جون بأنه هو أعجب بسيرة هي الأولى، والحين ما بيعرف ليش عنده مشاعر لمي كمان. لما بيحاول يرجع للغرفة بيلاقيها سكرت الباب، وبيحس بالندم عن فعلته أمامي، فبتستغرب عن ليش قلبها بيدق بسرعة. في الصبح بيطلب منه الجد لياخد مي معه للحفلة، بس هو بيرفض إنه ياخدها معه، وهالشي بيترك الجد يعصب كتير أمامي، فما بتفهم إيش يلي صاير مع جون. ولأنه رفض إنه ياخدها معه بتقرر إنها تروح بنفسها، وأخيرا بتقابل صديقها ويلي نفسه بيكون مساعدها، وبتخبره إنها رح تكون اليوم شركته في الحفلة. وبتشوف جون لحاله وبتستغرب منه، بس فجأة بتوصل سيرا وبينصدم جون، لهيك بياخدها معه. أما مي فبتلحقهم، فبيسألها جون عن وين كانت في السنوات الماضية وليش ما رجعت للصين. فبتقول له سيرا بأنها حاولت ترجع بس هي انصدمت لما عرفت إنه هو تزوج من بنت تانية. فبيقول لها بأنه هو ما حكى إنه رح يدل أعزب ورح ينتظرها طول حياته. فبتقول له بأنه ليش هو معها الحين عوض ما يكون مع زوجته. فبيذكرها بأنه هي يلي كانت تخلت عنه لما كان في الغيبوبة، لهيك مو هو يلي تخلى عنها، وكمان مو هو يلي رتب زواجه بزوجته الجديدة، جده هو يلي كان المسؤول. فبتسأله عن لو كان بيحب زوجته الجديدة، بس الصدمة إنه هو بيقول لها إنه مستحيل يحب بنت مجنونة زيها. فبتطلب منه سيرا يطلق زوجته، وبيقول لها بأنه هو كمان بده يطلقها. فبتفرح سيرا كتير وبتقوله بأنها بتعرف إنه هو لساته بيحبها ويقدر يسوي أي شيء عشان يكون معها، وبيقول لها بأنه هو كمان كان بده يكون معها. أما مي فبتعصب كتير لأنه جون طلع بس بيخدعها، لهيك بتسكر عليهم الباب وبتروح، بس مع هيك بيقدر إنه يطلع، وكمان بيشوف مي في تسجيل كاميرات المراقبة، وطبعا ما بيقدر يتعرف عليها. أما بطلتنا فبتودع صديقها، وبعدها بتغير ملابسها وبتتركهم في الحمام، وبيكون بطلنا شوي ورح يكشفها، بس هي بتهرب منه. وبعدها بيرجع لعند سيرا يلي بتطلب منه يضل معها. فبتوصل مي للبيت وبتكون معصبة كتير، لدرجة إنها بتفكر تطلع من البيت وتترك جون المخادع، وبتسوي حالها إنها نايمة. فبيجي جون وبيلاحظ إنه درجة حرارتها مرتفعة كتير، فبتقول مع حالها بأنها ركضت بأقصى سرعة عشان توصل للبيت قبله. فبتصحى وبيسألها عن لو كانت بخير، وبتشم فيه ريحة عطر البنات، لهيك بتطلب منه يروح يستحم لأنه ريحته بشعة. فبيخبرها بأنه جدتها رح تجي للبيت بكرة، وهي رح تضل تعتني فيها عوضه. فبتسأله عن ليش رح يتركها لحالها، بيعترف لها قدام وشها بأنه هو مو معجب فيها وتركها في بيته بس لأنه شفق عليها. فبتعصب كتير كتير من كلامه هاد، لهيك بترمي عليه الكتاب وبتقوله بأنه هو شخص شرير، لهيك بتطلب منه يروح من قدامها. في الليل لما بتصحى بتقابل سيرا في البيت، وبتعرفها على حالها وإنها بتكون حبيبة جون. فبيسألها مساعد جون عن بطلنا، فبتقوله بأنه هو شخص سيء لأنه الليلة الماضية تنمر عليها، لهيك هي ضربته بالكتاب في راسه. فبتسألها سيرا عن لو كانت نمت مع جون، وطبعا من سؤالها هاد مبين إنه هي بدها تعرف لو جون ومي بيناموا في نفس الغرفة أو لا. وبيجي جون وبتلاحظ سيرا إنه هو مجروح، فبتقوله بأنه هي خبرته ليضل معها وبتضل تسب وتهيني قدام بطلنا. وجون بيعرف سيرا لبطلتنا وإنه هي بتكون حبيبته وراح يطلق مي قريبا. الشريرة بتفرح كتير وبتقوله بأنه هي بتحبه كتير أمامي، فبتكون متماسكة أعصابها. فبتعطي سيرا لمي الإسوارة كهدية، بس مي بتوقعها أصلا. فبتقول لها سيرا بأنه هالإسوارة غالية كتير على قلبها بس هي كسرتها. فبتقول مي مع حالها بأنه كيف ممكن حدا يعطي هالإسوارة لشخص تاني، وخصوصا لو كانت غالية على قلبه كتير،
وبتعرف إنه هي مزيفة، بمعنى إنه الإسوارة مزيفة، فبتبدأ تبكي وتبرأ حالها. أما جون فبيدافع عن سيرا وبيطلب من ميلا تعتذر لأنه هي كسرت الإسوارة يلي مهمة كتير بالنسبة لإلها، بس هي بترفض إنها تعتذر وبتروح. في الصبح بتجي جدة لعند مي وبتسألها عن لو كان جون عنده وحمة في جسمه، بس هي بتقول لها الحقيقة وإنها ما لقيت شيء، فبتأمرها الجدة لتتأكد من أخ جون يلي هو شين، وبالفعل بتقدر إنها تلاقي طريقة عشان تتأكد. وبتشوف سونا أختها مع شين وبتعرف بإنه هم بيخططوا لشي خطة شريرة، فبتطلب من سونا لتطلع عشان تغير لشين الملابس، وهنيك بتتأكد بإنه شين مو ابن عمها، بس في نفس الوقت بتدفع التمن عن اليوم يلي لمسها فيه وبتروح. لما بترجع للبيت بتشوف جون وهو بيعطي لسيرا قلادة كهدية لأنه مي كسرت لها إسوارها المهم، وبتطلب منه الشريرة ليلبس لها إياها، وبالفعل بيلبس لها إياها وكمان بتعنقه سيرا من ورا، بس هو بيروح وبتحقد سيرا على مي، لهيك بتوعد حالها بإنها رح تنتقم منها. فبيجي لعند مي وبيلمس لها وشها، فلما بتصحى بيعانقها، فبتطلب منه يضل بعيد عنها لأنه هو شخص شرير، بس فبيعتذر منها لأنه هو ما تحكم في حاله، بس هي بتخبره إنها بتكرهه كتير وبتعضه، فبيعتذر منها بس هي بتطلب منه يطلع، فبيقول لها بأنه هو اشترى لإلها هالإسوارة بس هي بترميها، فبيقول لها بأنه هاي بتكون هدية لإلها، وبيطلب منها ما ترميها وتحتفظ فيها، وبتعصب كتير. اليوم يلي بعده جون بياخد معه سيرا للحفلة، فلما بيشوفه هالمستثمر بينصحه ليطلق زوجته المجنونة ويتزوج عوضها سيرا لأنهم مناسبين لبعض أكتر. فلما بتجي مي بيضل يسبها أبوها لأنها بتترك جون لحاله في الحفلة، بس مع هيك هي ما بتهتم وبتطلع لبرا، وهنيك بتشوف سيرا مع شين وبيكونوا بيحكوا عنها وإنه لازم يسووا شيء عشان ينفصل عنها جون، وكمان بيحكوا عن فترة الغيبوبة يلي كان دخل فيها جون، وبتعرف بإنهم السبب فيه، بس للأسف بيكشفوها وبتطلب منهم يتركوها لترجع عن جدتها ولألعابها، بس شين بيسألها عن إيش كانت بتسوي هون، فبتقوله بإنها طلعت لتدور على الفراشات وبيتركها تروح، بس سيرا بترفض وبتقوله بإنها شافتهم سوا، لهيك ما لازم يتركوها تروح لإنها رح تخبر بطلنا بكل الحقيقة. فبيقول لها شين بإنه هي مجنونة لهيك ما رح تعرفهم على إيش بيحكوا، بس مع هيك سيرا بترفض إنها تسمح لبطلتنا تروح، وبتقوله بإنه شو رح يصير معهم لما يعرف جون الحقيقة، لهيك بتقرر إنها تخلص عليها، وشين ما بيحكي شيء. وبالفعل بتكون سيرا بدها تدفش مي، لهيك بطلتنا بتدافع عن حالها، بس بتجي سونا الشريرة وبتدفش مي، وبعدها بتسرق الإسوارة تبعها وبتطلب من السائق ليوصلها على أساس إنها مي. فبتكون الجدة قلقانة كتير على بطلتنا، فبيخبرها مساعد بطلنا بإنه مي بخير وهي جاية مع السائق، وطبعا هديك البنت اللي جاية مع السائق هي سونا أم مي. فبتقول له جدة بإنه هي اتصلت فيها كذا مرة بس موبايلها مسكر وهالشي غريب، وأخيرا بيعرف إنه مي اختفت، وبيقول له مساعده إنه هو دور عليها في كل مكان بس ما لقاها، وبيحس جون بالذنب لأنه هو كان بده يطلقها. فبيجي للجدة اتصال من مي وبتخبرها بإنها بخير ومو داعي تقلق عليها، وبتطلب منها ما تخبر حدا بإنها بخير، وطبعا بيكون مساعدها هو يلي ساعدها وبتشكره كتير لأنه ساعدها، فبتصير منيحة وبترجع لتعيش مع جدتها، وبتخبرها بأنه جون كل يوم بيدور عليها وصار بيشرب كتير لدرجة أنه أغمى عليه وتأدى من إيده، لهيك بتقرر إنها ترجع للبيت بس بصفتها ممرضة جون، وبالفعل بتقدر إنها تاخد مكان الممرضة الحقيقية وبتطلب منه ياخد الدواء، بس هو بيكون بيشوف تسجيل الكاميرات، ولما بيشوف وشها بيلاحظ انه عينها مثل عين مي، وعشان يتأكد بيشلها الماسك، ومع هيك ما بيتعرف عليها، فبيتصل فيه مساعده وبينبهه ما يتقرب من الممرضة بس لانه عيونها بتشبه مي كتير، وبيسأله عن لو كان بده يغيرها، بس هو بيقول له لا، وبالفعل بتتأكد مي بانه جون بيدور عليها. وفجأة بتجي سيرا وبتطلب من بطلتنا لتساعدها لتودي جون لغرفته، وبالفعل بتساعدها وبتحط في كاسة سيرا منوم، رح تعرفوا هذا المنوم ايش رح يسوي بعدين. المهم اليوم اللي بعده بطلتنا بتسأل الخدامة عن علاقة سيرا، بس بتنصدم لما بتعرف انه سيرا وجون صار لهم كتير مشاكل اول ما اختفت مي،
وبالفعل بتتأكد بنفسها وبتشوف سيرا كيف بتكون معصبة من جون لأنه ما بيتركها تكون قريبة منه، وبتقوله بإنها شالت له قميصه الليلة الماضية بس عشان تساعده ليستحم أمه، كان قصدها إنها تنام معه في نفس السرير وفي نفس الغرفة. الحين عرفنا إيش بطلتنا سوت الليلة الماضية وإيش السبب يلي تركها تحط منوم أو مخدر في مشروب سيرا. وطبعا جون بيكون معصب كتير فبتقول له بأنه هي بتكون أحسن مني وبيصفعها وبعدها بتروح معصبة. أما مي فبتعرف من مساعدها بأنه جون بالفعل دخل في فترة غيبوبة بسبب أنه كان تعرض لحادث سير خطير. في المساء بيجي اتصال وبيعرف أنه تم خطف سيرا، لهيك بيطلب منه الخاطف ليجيب 10 ملايين معه، وبتجي معه مي. بس رغم أنه جون بيعطي المصاري للخاطف بس بيرفض أنه يترك سيرا تروح. بس بعد وقت طويل وبفضل مي بيقدروا انهم ينقذوا سيرا وجون، وبعد يومين بيتأدى جون مرة تانية وبتساعدوا مي لتعالجوا لما بيفقد الوعي. بتعترف له انها بتكون زوجته وبتطلب منه يصحى، وبالفعل بيصحى وبيقول لها انه هو كان شاكك فيها في الاول بس ما كان متوقع انها تكون مو مجنونة. فبتقوله بانها صح مو مجنونة وكانت بس بتتظاهر مثل ما كان هو بيتظاهر انه دخل في غيبوبة. فبيسألها عن ليش كانت بتتظاهر انها مجنونة، فبتقوله عشان تقدر تهرب من عيلتها لأنه أبوها من يوم ما توفت أمها ما ضل بيعتني فيها. وبتقوله كمان عن شو صار معها وأنه سيرا وأختها سونا حاولوا يتخلصوا منها. فبيقول لها بأنه هو ما كان بيتوقع أنه سيرا تكون شريرة لهاي الدرجة. فبتقوله بأنهم ما حاولوا يخلصوا عليها لأنها عرفت أنهم السبب في الحادث اللي تعرض له من قبل سنة. ومو بس هيك، وكمان بطلتنا بتعرف بأنه جيسيكا هي اللي خلصت على أمها، بس لما بتواجهها بالحقيقة بترفض إنها تعترف، وفي المقابل بتحاول تخلص على أب بطلتنا لأنه هو كمان عرف حقيقتها، بس هو بيطردها من شركته. واليوم يلي بعده لما بيجي للشركة بينصدم لما بيعرف إنه مي صارت الرئيسة الجديدة تبع الشركة وسوت كل هذا عشان تنتقم لموت أمها. وبتقوله بأنه لو ما كانت زوج جيسيكا ما كانت أمها رح تتوفى، وأما أبطالنا فبيصيروا قرب من بعض أكتر، وبيعتذر لها عن كل اللي سوى لها وبيعترف لها كمان بحبه. وطبعا الجد لما بيعرف إنه مي هي في الواقع مو مجنونة بيفرح كتير، لهيك بيعتذر من بطلتنا وبتسوي لقاء صحفي بتعلن بأنها صارت الرئيسة الجديدة تبع شركة أبوها. وطبعا سون لما بتعرف هالشي بتعصب كتير وبتعود أمها يلي دخلت للسجن بأنها رح تنتقم من مي. وبالفعل بتقدر إنها تخدع بطلتنا وبتكون شوي ورح تسممها، بس بيوصل جون وبيوقفها وبينبهها للضل بعيدة عن مي. ولما بيحاول يساعد مي سون بتستغل الفرصة وبتسمم جون وبيكون شوي ورح يخنقها، بس بعدها بيغمى عليه. ولما بصير جون منيح بيسووا حفل زواجهم للمرة التانية وبيعيشوا سعادة. وهيك بيكون خلص مسلسلنا لليوم. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار الفيديوهات أول ما تنزل، وبقترح عليكم إنكم تشاهدوا هالملخصات اللي بتجنن. بحبكم كتير.